لو انت من اي محافظة في مصر وقابلت واحد اسكندراني وسألته انت منين، هتلاقيه بيقولك وبكل فخر اسكندراني. اخ مصري؟ لا اسكندراني. اي خدمة؟ تشك. غريبة اسكندرية، تلاقي اغاني اتغنت لها وافلام اتعملت باسمها. بس فعلا ليه اسكندرية؟ عشان مفيش احسن من كوباية شاي على البحر ساعة العصر والضحكة صافية وطالعة من القلب. اخر رواية شط اسكندرية يا شط الهوى. صاحبي عايز اروح سنين بيش اركب من ايه؟ طبع سنين؟ اه طب اركب اردك على سنين كبعين. اسكندرية احسن ناس عالبحر ماشية تتمطر من سيدي بش لابو العباس. ايو يا غالب المنظر فنانين فاكرة ما كنا ساعات نلف ساعات نطوف نحكي الحكاوي في القلوب. لو انت من اسكندرية فانا اكيد عارفه او اعرف حد عارفه او اعرف حد يعرف حد عارفه، واحنا كلنا هنا عارفين بعض. انا يعني من الحي اللي بلا دي اسكندرية عارفت رأي وسكينة ما سكنناها. فاكرة الطريق من مصر احنا اسكندرية مش من مصر انا من اسكندرية السنة دي انا اخد عليا. اسكندرية هي مش مدينة، هي انا بعتبرها بلد لوحدها. هم دايما الناس بيقولوا عندنا جنون عظمة، بس هي دي مش حقيقة، هي الفكرة ان احنا مختلفين بس عشان احنا هنا الاوريجيناليتي. لسه بقف طوابيع ما عنديش اولويه، لسه بركب مشاريع عشان ما فيش عربيه، لسه ما جبتش البنتي لسه برضو بمشي في الشارع على رجلي، لسه مش ساكن في مدينتي، لسه اسكندريه دي مدينتي لسه.